اسمي سمير العبوز ابن الشهيد عبد القادر العبوز اللي توفى نهار الاربع مع عند الفجر عند الاذان ديال الفجر، وكان السبب ديالو هو الشرطه الاداريه اللي داو له السلعه قبل نهار الثلاث داوها له مع العشيه في السوق المركب في الناظور. السلعه ديالو اللي هي زميطه والتغواوين كيبيع في الزنقه باش يجيب 50 درهم او 70 درهم باش يعيش الاولاد ديالهم اللي هما اربعه، اللي هو زكريا العبوز، سمير العبوز، محمد العبوز، اسمها العبوز ربعة بينا حنايا ثلاثة الدراري واحد البنت، وما عندنا حتى شي مدخول وما عندنا حتى شي حاجة. المدخول الوحيد اللي عندنا هو هذاك باش كنجيبو الطريف ديال الخبز للوالد ديالنا. جاو الشرطة الإدارية اللي هما واحد سميتلو منير، واحد سميتلو زهير، واحد سميتلو عبد المؤمن سمار. هادو جاو عندو حيدو له السلعة ديالو اللي كتجيب منها النهار ديالو، قالوا له انت راسك قاسح. علاش راسك قاسح؟ انا ما كيعطيلهمش الرشوه اللي كيعطيو البائع المتجولين كاملين، كيعطيو 50 درهم في الاسبوع، هو ما كيعطيلهمش، يقول لهم لا ما غاديش نعطيلهم. جاو عنده الدوله السلعه قالوا له انت راسك قاسح. حنايا دابا الوالد ديالي توفى ما غاديش يرجعوا حتى واحد، الوالد ديالي الله يرحمه، ولكن انا كنطالب يفتحوا التحقيق في هذا الشيء. شكون اللي قتل الوالد ديالي؟ الوالد ديالي ما ماتش متعاديه، الوالد ديالي كان السبب ديالو الشرطه الاداريه، هما اللي قتلوه. مات الله يرحمه، مات نهار الاربع، دفناه نهار الاربع مع الظهر دفناه. دابا كنطالبوا يفتحوا لي التحقيق في الوالد المرحوم الوالد ديالي. بغيت نعرف شنو كيدير التجاره، كيبيع الزميطه والتغواوين، يجي واحد يقول له جمع من هنايا وانت راسك قاسح ما كتعطينيش الرشوه، واش هذا حق؟ واش حنايا رانا يعني الجاهليه ما كانوش كيديروا هكا؟ واحد ماشي بوليسي ولا شي حاجه باش نقولوا، هو اصلا هو شيفور ديال الطاكسي ديال الزغنغان، شيفور ديال الطاكسي ديال الزغنغان يجي عندي انا يدي لي السلعه ديالي، يكون السبب ديال الوفاه ديال الوالد ديالي. هذا الشيء ماشي معقول. بغيت نشوف واش عندنا شي قانون ولا ما عندناش شي قانون. انا كنعرف بلي هذيك البلاصه ممنوع نفرش فيها، ولكن فين غادي نمشي؟ لا حسن عون ما عندي، فين غادي نمشي ويجي واحد يحقرني والوالد ديالي توفى وكان هو السبب ديالو، وكان طالبني يفتحوا التحقيق في هذا الشيء وكانوا سمحوا لي.